للحديث أكثر عن تفشي الأمراض المعدية في مخيمات النزوح وتفاقمها في مخيم الجدعة تنضم إلينا عبر الهاتف من لندن مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب دكتورة فاطمة العاني. أهلا بك دكتورة فاطمة. بداية، انتشار الأمراض المعدية في مخيم الجدعة جنوبي الموصل وتأكيد النازحين المقيمين فيها بخطورة الوضع، السؤال هنا أين الرعاية الصحية مع تفاقم مثل هذه الأوضاع؟ تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحيكم وحي مشاهديكم الكرام. الرعاية الصحية والتي هي من أساسيات حقوق الإنسان شبه معدومة حاليا في مخيمات النازحين، والدليل هو انتشار الأمراض وظهورها بصورة كبيرة وتفشيها بين صفوف النازحين بين فترة وأخرى، فهذه ليست المرة الأخيرة التي تتفشى فيها مثل هذه الأمراض في مخيمات النازحين. الذي يحدث أن هناك إهمال طبي متعمد تقوم به الحكومة العراقية ومنذ فترة طويلة معانا في الانتقام من النازحين الذين هجروا قسريا من منازلهم وكانوا يحاولون الفرار والحفاظ على حياتهم، ولكن وجهوا بقسوة الحكومة وإهمالها المتعمد، ومنها الرعاية الصحية والتي هي من أساسيات ومن مقومات الاستمرار في العيش. إذا الحكومة العراقية تهمل هذا الجانب، وبالتالي فإن هناك خطر يشكل على حياة النازحين. نعم. دكتورة فاطمة، هل حديث الحكومة عن نيتها إغلاق كل مخيمات النزوح جعلها تهمل المخيمات؟ وسؤال بصيغة أخرى، يعني إهمال الحكومة الحالية للمخيمات هل هو مقدمة لإغلاقها؟ بدون حتى نية إغلاق المخيمات هناك كان إهمال منذ البداية. نعم. ولأسباب عديدة، أولا انتقاما من النازحين، ثانيا بسبب أن هناك الفساد الذي يشل مفاصل الدولة العراقية، ومنها الفساد في ملف النازحين والسرقات التي يعني تحدث في مخصصات والأموال التي يجب أن تصل إلى النازحين، المعونات التي تأتي من الدول والتي حتى هي تذهب إلى جنوب الفاسدين، هذه كلها عوامل وكانت منذ البداية موجودة حتى قبل أن تعلن الحكومة نيتها عن إغلاق المخيمات. وهو في الحقيقة ليس مبرر لإهمال مخيمات النزوح، النازح هو لا زال مواطن يتمتع بكافة حقوقه، ومن ضمنها الحصول على الرعاية الصحية، سواء كان نازح أو سواء كان يسكن في منزله، هذا لا يشكل أي فرق، هذه مسؤولية الحكومة، وهو جزء من هذا الشعب الذي يجب أن يتلقى الخدمات الأساسية. نعم. بدون أي نقص. نعم. دكتورة فاطمة، هل مبرر برأيك إهمال المخيمات صحيا وتعريض صحة النازحين للخطر في ظل عدم وجود ميزانية كما تقول وزيرة الهجرة؟ هذا ليس مبرر، معروفة أن ميزانية العراق ميزانية مليارية، ولكن طريقة صرفها وتفشي الفساد هو الذي يجعل من النازحين هم أول ضحايا هذا الفساد وهذا عدم الإنصاف في النفقات الحكومية. نعرف جيدا أن هناك يعني توجه للحكومة نحو صرف أغلب الميزانية على الموظفين ومنهم القوات الأمنية والتي تتمتع ب يعني أولوية الحكومة، وكأنما هناك عسكرة للمجتمع، ولذلك يتم إهمال مثلا النفقات التي يجب أن تتحمل الحكومة من مصارف النازحين في رعايتهم في الرعاية الصحية وغيرها من المستلزمات الأساسية لضمان حياتهم، ولذلك ليس هناك مبرر ولكن هناك تعمد في هذا الملف. السؤال الأخير دكتورة فاطمة، يعني هل تعتقدين أن هذا الإهمال من قبل الحكومة متعمد في ظل حديث الحكومة في إطار خطة التغيير الديموغرافي ومن ثم عدم عودة النازحين إلى مدنهم؟ الحكومة سعت منذ البداية، منذ اللحظة الأولى لانطلاق العمليات العسكرية بذريعة محاربة الإرهاب، إلى أولا تهجير السكان من منازلهم قسريا،
وثانيا عدم عودتهم إلى منازلهم. ونرى العديد من المدن التي أصبحت ممنوع على أهلها أو حتى على المسؤولين الحكوميين إذا حاولوا أن يدخلوها، ومن هجرها في الصخر ومناطق معينة في ديالة وصلاح الدين والموصل والأنبار، هؤلاء ممنوعون من العودة إلى منازلهم بأوامر خارجية، أوامر إيرانية، خاصة وأن من يسيطر على مناطق سكنهم هي الميليشيات الولائية والتي تسعى إلى تغيير ديموغرافي وإحلال سكان آخرين في هذه المناطق بدل سكانها الأصليين، تمهيدا لتنفيذ المخططات ومنها السيطرة الكاملة على العراق والاستغلال ثروات وموقع العراق استراتيجي في سبيل تحقيق أهداف أقليمية لإيران في المنطقة. الدكتورة فاطمة العاني، مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب، كنت معنا عبر الهاتف من لندن، شكرا جزيلا لك.